أكيد فرح أولى محطاتنا لليوم رح نبدأها مع الإبداع والتميز الموسوم ببصمة السوريين، ورح نوجه مؤشر الكلام نحو أنشطة منظمة أولمبيات الروبوت يلي عم تشهد مراحل البطولة الوطنية. لتسليط الضوء أكثر على هالموضوع صباحنا غير مع الدكتور مهيب النقري الممثل الوطني لمنظمة أولمبيات الروبوت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي نحن عن مسابقة الروبوت، وهي يمكن المسابقة يلي كتير من الشباب كانوا عم يتحضروا لها، وبدك تعرفنا أكثر عن تفاصيلها. نعم طبعا المسابقة الوطنية لأولمبياد روبوت العالمي هي النسخة الرابعة هاي السنة. سوريا شاركت رسميا بالمنظمة بال 2015، وكل سنة بإشراف المنظمة العالمية بنعمل المسابقة الوطنية. طبعا المسابقة هاي السنة عم تكون هلأ التحضيرات اليوم التجريبي عم تكون بصالة مدينة التشرين الرياضية، رح تستمر لمدة 3 أيام، اليوم بكرة بعد بكرة. طبعا بكرة المسابقة الرسمية. عم بيشارك بالمسابقة حوالي 70 فريق بيمثلوا يعني أغلب الجامعات السورية، المدارس. نحن المسابقة فعليا هي بتحكي هاي السنة عن التنمية المستدامة. الدولة المستضيفة اللي هي كوستاريكا حطت هذا العنوان، وصار كل خلينا نقول فئات وطاولات المسابقة تحكي عن هذا الموضوع. فإن شاء الله رح تكون هاي المسابقة إنجاز جديد للإبداع السوري، خاصة بعد الإنجازات اللي صارت خلال العام الماضي. يعني دكتور كل سنة بيكون في مشاركة أيضا من المحافظات السورية، عدد كبير من الطلاب من جامعات ومدارس مختلفة بيكونوا مشاركين. فينا نعرف سنة كم محافظة مشاركة ومن شو المدارس أو الجامعات اللي مشاركة السنة؟ طبعا فعليا كل محافظات سوريا مشاركة ما عدا المحافظات اللي طبعا فيها خارج سيطرة الدولة. نحن حاليا فرق حلب بتشارك، في عنا فريقين من حلب، في عنا 6 فرق من اللاذقية، 3 فرق من حمص، عنا فرق من طرطوس، من سويدا، من حما، أغلب المحافظات السورية. طبعا هذا كان هدفنا وهمنا أنه يكون في توسيع لنشاطات الروبوت السوري بكل المحافظات. الجامعات كمان مشاركة، جامعة دمشق، كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية، كلية الهندسة المعلوماتية، في عنا جامعات الخاصة العربية الدولية، الـIUST، القلمون، يعني في مشاركة واسعة. المسابقة هي فئات عمرية، يعني في عنا الفئات الابتدائية لعمر 13 سنة، من عمر 10 لعمر 13، هدول لهم طاولتهم الخاصة بتسابقوا عليها. في عمر المتوسط الإعدادي لعمر 16، والهاي يعني الفئة العليا لعمر 19 سنة. طبعا في عنا فئات المشاريع، في عنا فئة الجامعية كمان هي السنة مميزة، الفئة الجامعية مشارك فيها المعهد العالي وجامعة دمشق كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية. وفي عنا فئة المشاريع، طبعا السنة الماضية نحن بالمشاريع أخذنا المرتبة الثانية على العالم، أخذنا سادس على العالم. فهي الإنجازات إن شاء الله تكرر هاي السنة ويحققوا شيء أفضل إن شاء الله. يعني أستاذ وهبي عم نحكي نحن عن استمرارية بهي المسابقة لحد اليوم على مدار خلينا نقول 4 سنوات. فاليوم شو اللي بيميز هي المسابقة؟ شو قدرت تضيفوا شيء؟ خاصة أنه يمكن كل سنة كان عم بيكون في خبرة من الحيثيات ومن الأدوات اللي ممكن يستخدموها الشباب كليات. فاليوم شو الجديد بهي المسابقة؟ طبعا بالتأكيد الجديد هو ارتفاع مستوى الطلاب المشاركين. يعني احنا اهتمام صار في تدريب أكبر، صار في تخريج مدربين أكثر، توسيع القاعدة بشكل كتير كبير. طبعا احنا نطمح يكون في عنا توسيع كتير كبير. عم نشتغل مع المركز الوطني لتطوير المناهج، يدخل منهاج الروبوتيك بمدارس متفوقين وبعدين تعميم هاي التجربة. طبعا تجربة مميزة جدا بالمركز الوطني المتميزين، والسنة الماضية كان المركز مشارك فريق يعني على آخر ثاني كان الأول على العالم. فهذا هذا بيعطي مؤشر أنه نحن في اهتمام كتير من الطلاب. التعاون مع القطاعات الحكومية إن شاء الله يكون مثمر. حاليا مع وزارة التربية رح يكون في مع وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات إن شاء الله قريبا. نعم يعني دكتور بما أنه حكينا عن التشبيك مع الوزارات، يمكن بسنوات السابقة شفنا اشتراككم بالمسابقات كان في عناوين مثل إعادة الإعمار، مثل الاستفادة من الطاقات البيئة، واليوم عم يكون العنوان التنمية المستدامة. نعم. شو الشيء اللي ممكن تطرحوه يمكن يتم استثماره
مع جهات مشاركة أو حتى نقول يمكن الجهات الحكومية بسوريا؟ نعم طبعا العنوان كل سنة بتحدده الدولة المستضيفة، فكوستاريكا هي بلد يعني في خضار بيحاولوا يحافظوا على البيئة، فمشان هيك انهم أخذوا عنوان التنمية المستدامة والاستفادة من الروبوتات بهذا المجال. الجزء الأكبر من المشاريع وخلينا نقول الطاولات هو الحفاظ على البيئة والاستفادة من الطاقات البديلة، يعني جلب يعني الكهرباء، الشمس، استفادة من الشمس، من الرياح، من الأمواج، كلياتها من خلال المشاريع الروبوتية. هي كلياتها لها تطبيق على أرض الواقع، وفي مشاريع أنا مبارح كنت عم شوف المشاريع اللي هي حصلت على جوائز بجائزة الباسل للإبداع والاختراع، كمان أغلبيتها كان مشاريع بهذا الإطار وهي مشاريع كمان روبوتية. هذا كتير هو عامل مهم لحتى يكون في له تطبيق على أرض الواقع بإعادة أعمار سوريا، لأنه نحكي على التنمية المستدامة فهو فعليا بيساهم بإعادة الأعمار، تأمين طاقات بديلة، الحفاظ على سوريا خضراء، تطوير المساحات الخضراء، الحفاظ على خليني اقول يعني العامل البشري بسوريا بحيث يكون ضمن بيئه مستقره ومستدام. هذا يعني دكتور مثل ما تفضلت وحكيت انه فعلا في اختراعات كثير مهمه وكثير ملفته للنظر من كثير من الشباب، وخاصه كمان مسابقه الباسل كمان يلي استضفنا فيها كثير شباب سلمى وكانوا فعلا مميزين باختراعاتهم، وهن بحاجه فعلا لدعم ولفرص اكبر لحتى يطبقوها ولتامين المواد اللازمه لهم. يعني كان عندهم شوي صعوبة دكتور بتأمين هاي المواد، فقد عم تحطوا بعين الاعتبار انه انتم تساعدوهم بهذا الشيء لحتى فعلا ما تكون مجرد افكار او مجرد نموذج واحد؟ نعم طبعا بالتاكيد نحن قدر امكانياتنا عم نحاول نساعد هدول الشباب، ولكن امكانياتنا محدوده. اكيد الجهات خلينا نقول الخاصه والحكوميه في عليها دور كثير كبير لحتى يكون في تطوير لهذا المجال. كجمعيه معلوماتيه المسؤوله عن تنظيم هذا النشاط من خلال المنظمه العالميه عم تقدم امكانيات اللي هي المتاحه، ولكن بالتاكيد نحن بحاجه لدعم اكبر، بحاجه لتعاون جهات عديده، ونحن بنشوف هلا في جهات كثير شركات خاصه عم تساهم بدعم المسابقه الوطنيه للروبوتيك. بنطمح اكثر وبنطمح من تعاون حكومي اكثر، لانه هي المشاريع فعلا في لها تطبيق على ارض الواقع، وممكن نشوف ابداعات كثير كبيره يتم تنفيذها من خلال المؤسسات الحكوميه والخاصه. أكيد يعني دكتور نحن عم نحكي عن عالم الروبوت، يمكن كثير من الناس بتشوف الروبوت هو مجرد قطع مركبة مع بعض عم تتحرك وممكن تشيل شيء تحط شيء على نموذج صغير، ولكن الحقيقة أنه سوريا برغم ظروف الحرب قدرت تكون تصنع يمكن خلينا نقول أساسيات للروبوت. وين صرنا بهذا المجال؟ ويمكن رغم خلينا نقول الحصار الاقتصادي علينا، عدم قدرتنا على استيراد القطع الإلكترونية، كيف صرنا بهذا المجال بهذا الوقت؟ يعني بالتأكيد هذا عامل كتير هام. نحن عم نشوف كتير مشاريع تخرج من الطلاب من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الجامعات السورية، أقسام خلينا نقول كليات الهندسة الميكانيكية، أقسام الميكاترونيك، كلياتها عم تنجز مشاريع هامة جدا ومن الصفر. وهي المشاريع هي مشاريع إلى تطبيق صناعي، وهي عبارة عن روبوتات ما عم يتم استيراد أي قطع منها، طبعا القطع الإلكترونية البسيطة. بالنسبة للمسابقة نحن في تجهيزات خاصة من شركات عالمية، طبعا في صعوبة، ولكن نحن مو الهدف هو استيراد هذا النوع من القطع. نحن هذا المسابقة هي تعليمي، هي جزء من العمل الأكاديمي اللي ممكن يعطي الطلاب لأعمار من الأعمار الصغيرة حتى نوصل للأعمار الجامعية مبادئ الأساسية للروبوتيك، مبادئ البرمجة، مبادئ التصميم الميكانيكي. هذا كلياته كتير بيحفز لحتى لأنه نحاول تطبيقه هذا على أرض الواقع. مشاريع رح نشوفها نحن بالمسابقة مشاريع مميزة جدا، هي معمولة من الصفر، هي معمولة من أدوات بسيطة وقدرانين يصنعوا روبوتات. فهذا نحن كان من قبل هو عبارة عن حلم، هلأ نحن عم نشوفها على أرض الواقع. مشاريع كتير مهمة. برجع بقول سوريا هي من المنافسين الأوائل على العالم بهذا المجال. نحن كانوا شبابنا السنة الماضية يعني مع اليابان عم يتنافسوا رغم ظروف الحرب، فهذا أعطانا كتير تفاؤل أنه نشجع هؤلاء الشباب ونقدر نعمل معهم شيء صناعة مميزة العلاقة بالمعلوماتية العلاقة بالروبوتيك وكل هالمجالات المتطورة. نعم دكتور خبرنا قديش الشباب متحمسين ومستعدين، وفعلا في دافع داخلي انه هن يكون لهم مكانه، ان ما كانت الاولى حتكون اكيد بمراتب متقدمه. نعم. ونحن اكيد نتمنى دائما سوريا نرفع اسمها بالعالي.
يعني انا رح خلي الكاميرا تبعكم، اكيد هي بكره بتزور ارض الصاله، رح تشوفوا قديش الحماس الشباب. اليوم هو يوم تجريبي، يفترض نبلش الساعه 9، من 7 واقفين على الباب وعم يستنوا يفوتوا على القاعات ليبلشوا يتدربوا. كثير مميزين الشباب خلال الفترات الماضيه. انا بقول لك في كثير فرق يومين عم تتدرب 12 و13 ساعه وما بدها ترجع تنام بالبيت. هذا يعني كثير كان عم بيشجعنا نحن نضل نسهر معهم. طبعا في تعب عليهم بس بالاخير هو نتائج كثير مميزه. أكيد. فاكيد رح تشوفوها بعيونهم، رح تشوفوها بمشاريعهم، رح تشوفوها بالروبوتات اللي عم ينجزوها، ونحن كثير نفتخر فيهم من كل الاعمار، لانه أكيد. فعلا هدول هن امل سوريا اللي رح يبني سوريا الجديد. اكيد نحن بنورنا اكيد دكتور، نفتخر فيهم، بنوجه لهم تحيه، وبنقول اكيد انه ما حيضيع تعبهم باذن الله، اكيد رح يحجزوا مكان مميز ويرفعوا اسم سوريا والعلم السوري. بدنا نشكر جهودك كمان دكتور وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور مهيب، وتوفيق اكيد لكل المشاركين، وان شاء الله بترجعوا بمراتب عاليه مثل العاده. شكرا لك.